كيف صرت؟ أحسن؟ مو مهم، إن شاء الله هيك ضلني عم بستفرغ بليلة عرسي من هون ليطلع الضو. شو هالشغلة العظيمة يعني؟ المهم إنك عملتي اللي براسك وراس أهلك وجيتي على العرس من البحر. الحبوب اللي أخدتها كان مفروض توقف لعية النفس لو كان سبب البحر. العية اللي صابتك من مشروب مو من دوار البحر. شو ما كان مصدرها هي مزعجة، شو بدك بالحكي؟ بس المشكلة إنها ما بتروح. بلا بتروح، بكرة الصبح بتفيق بتلاقيها رايحة. مو قصدي على اللعية بحد ذاتها أنا. شو قصدك لك؟ الذكرى، ذكرى اللعية هي اللي زعجتني. ما فهمت. بقصد يعني من هون لنصير أنا وياكي ختائرة ونمشي جنب بعض على عكاكيز، رح تضل هاي الليلة بحياتنا، ذكرى زواجنا السعيد هي أكتر ليلة بحياتي لعبت فيها نفسي.